سنوات طويلة يعاني أهالي قرية بيتسا في العياط من تلوث مياه الشرب. رغم البدء في حفر مواسير جديدة إلا أنها تركت في العراء ولم تكتمل. قرية بيتسا مركز العياط محافظة الجيزة، أكتر من 40 سنة المواسير القديمة دي موجودة، وقام المقاول قالوا هنغيرها، غيروا الشبكة الداخلية بتاع البلد، والشبكة العمومية اللي هي جاية من المحطة بتاع المية الرئيسية هي القديمة السبايس اللي بيقولوا عليها دي بتاعت زمان ولا السبايس. جه حضرتك المول اشتغل من شهر رمضان، عمل الفحت، ركب حوالي مثلا 200 متر ولا 300 متر اللي ركبهم، وساب الفحت موجود زي ما هو وخد بقيه الحاجه ومشي. يعني احنا نقعد اكتر من 40 سنه عشان نغيروا خط ميه للقريه، وفي نفس الوقت الخط ده مشي خط من هنا راح القريه اللي جنبنا اسمها قريه البليده، 8 بوصه قطره، 8 بوصه، واشتغل ما كملش حوالي شهر كان الخط راكب وشغال. حضرتك دلوقتي اي حد بيجي يحفر في الطريق بيحفر في الميه، في خطين ميه هنا حاضرين، اولا بيجي يبوظوا الطريق وبعد ما بيصلحوش اللي بيعملوا تاني، في الميه بنضيف حضرتك الشبكه بتاعها ترجع لها بتاع حوالي 50 سنه، وكل ده بيرجع لها بيجي لها فيروس سي وحاجات، والامراض دي كلها ما بتعالجش في مصر اصلا، وكل ده بيقضي الموت، وساب الرئيس دي كله بسبب مصير ميه قضي لها 50 سنه. عندنا خط ميه قضي له اكتر من 50 سنه استوبوسس، مواسير محرمه دوليا موجوده لغايه دلوقتي. طالبنا بكذا مرة ان هي تتغير، الشركة مش عاوزة تغيرها، وكل ما نقول لهم يقول لك المرة الجاية المرة الجاية. من شهرين جيم بحثوا 200 متر ركبوهم، فحتوا 200 متر ركبوهم، وبقت البلد كيلو ونص لسه ما خدوا المواسير ومشوا، المقاول والمهندسين بتاع المية. كل البلد دلوقتي بتشتري مية عشان ما فيش مية نضيفة داخلة البلد. قعدنا 20 سنة بنشرب مية وسخة، مية متلوثة، الأطفال دي تعبت، اللي هتلاقي اللي عنده الكبد واللي عنده فيروس سي واللي عنده جميع الأمراض كلها. دي بقى مش محتاجة أي حاجة، دي أكيد ميزانيتها موجودة، أكيد الميزانية دي موجودة. أنا عايز بعد كده يا جماعة نبقى نكلم محافظ الجيزة، لأن أنا زعت العياط، الحوامدية، الوراق، إيه تاني يا رب، وسيم، أو السيم، زعت يجي مثلا 36 مشكلة. يعني واضح إن الناس عارفين إن أنا من إمبابة فبحن لمنطقة الجيزة، فإيه يعني بيبعتولي كتير. فاحنا عايزين محافظ الجيزة يرد لنا على الحاجات دي، فانا هستأذن بكرة ان شاء الله هنبعت دي في دي هاية عليها كل التقارير، وهبعت واحد من عندي من هنا لمكتب المحافظ لو بقى ايه قبله او ما قبلوش. مش هينفع بكرة يقول سكرتيرته تقول لنا يوم السبت، يوم الحد، يوم الاثنين، ناخد معاك والمحافظ بعد اذنك شوف كل التقارير دي ورد لي عليها. عايز ترد تيجي هنا اهلا وسهلا، عايز نبعت لك كاميرا اهلا وسهلا، بس انا عايز لكل واحد قال شكوته هنا بعد اذن سيادتك يجي لي منها من سيادتك رد، قول لي لا مش هينفع، لا هينفع، لا ده احنا عملنا وبوظوها، لا ده مش في الموازنه، لا دي بعد شهر، لا بعد 6 اشهر، بس بحيث الكلام ده ما يبقاش الناس بتصرخ في البريه يعني بتصوت وخلاص.